هنعمل احلى لفت مخلل بطريقة سهلة ومبسطة، وكمان الطعم روعة، بس تابعوني للنهاية. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى هنخلل اللفت. اللفت طبعا او اي مخلل بيبقى اساسي على السفرة بتاعتنا، فان شاء الله هنخلل اللفت بتاعنا بطريقة جميلة ومبسطة وسهلة خالص. الكمية بتاعتي دول 3 كيلو من اللفت، غسلتهم ونظفتهم وخليتهم بالشكل ده. وكمان المقادير بتاعتي عبارة عن فنجان من الخل، وبنجر متقطع، ومعايا ملح، ومعايا شطة، ومعايا مية. هي دي المقادير بتاعتي، سهلة خالص. اول حاجة هعملها هاخد جزء من اللفت بتاعي وهقطعه، وجزء تاني هسيبه سليم. انا عايزة احافظ على اللفت بتاعي من اول واحدة لاخر واحدة، فما ينفعش ان احنا نقطع الكمية كلها او نحطها صحيحة كلها. احنا عايزين ناكله في مدة قصيرة وفي نفس الوقت نحافظ عليه. دلوقتي بقى هنجيب البرطمان بتاعنا مغسول ومتعقم ومتنشف، وهنبتدي نحط الجزء الاولاني اللي احنا ما قطعناهوش من اللفت. انا بحط اللفت الصغير من تحت، والجزء اللي انا قطعته بيبقى اللفت الكبير. فدلوقتي هضيف كل اللفت الصغير هحطه من تحت. وبكده خلصت كل الكمية بتاعتي من اللفت. الجزء التاني اللي انا كنت مقطعاه حطيته من فوق اهو، وهنحط بقى البنجر ونحط كل المقادير بتاعتنا. بعد ما ضفنا البنجر والشطة والخل هنروح لأهم خطوة، وهي المية. عشان نظبط الملح بتاعنا، كل كوباية مية عليها معلقة كبيرة من الملح. خلي بالك ما تزوديش عن الكمية اللي انا بقولك عليها، عشان احنا حاطين خل، والخل والملح بيهرل المخلل بتاعنا. الخطوة المهمة التانية ان احنا هنضيف المية، والمية لازم تبقى مغطية اللفت كويس، ما ينفعش اللفت يبقى باين خالص. لو احتجت مية اعملي نفس الخطوات. ودلوقتي بقى خلاص، بعد ما حطيت المية وحطيت كل حاجة، هحط كمان حاجة مع اللفت هخللها هتعجبكم قوي. القرنبيط. القرنبيط بيبقى طعمه جميل جدا جدا لما بتخلليه مع اللفت. انا جربته وعجبني، وحبيت ان انا اقول لكم عليه عشان تجربوه انتوا كمان. بجد طعمه جميل جدا. بصوا شكل الميه عامل ازاي، اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده لاني انا كترت البنجر. كل ما بتكتري كميه البنجر كل ما هتلاقي لون الميه كده. انا ما بحبش اللفت البهتان، انا بحب اللفت اللي بياخد اللون الوردي الجميل، فعشان كده بحب ان انا اكتر في البنجر. خلاص كده هنقفل البطرمان وهنحطه بقى في مكان مش هنيجي جنبه خالص لمدة اسبوع. ما تحاوليش ان انت تنقليه من مكان للتاني، سيبيه في مكان ثابت، وان شاء الله هتلاقيه احلى مخلل اللفت. بصوا شكل المية، كل ما هيقعد كل ما هتبقى المية احلى واحلى. لو اول مرة تشوف القناة ما تنسيش تعمل اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك اي جديد بنزله. مع السلامة.